يوم جديد ان شاء الله يا رب بيحمل معاه الخير، وبدنا نرحب اكيد باللي انضموا لنا لمتابعه حلقتنا لليوم للساعه 10. وزي ما قلنا لكم اليوم يمكن انا شخصيا ما معي كثير ضيوف، لانه عم نعرض تقارير تم تصويرها بدوله الامارات العربيه المتحده من خلال فريق انا واحده منهم، ولكن في كثير من الاشخاص وراء الكاميرات مثل نادية الحنيطي كبروديوسر، حسين تيم كمخرج، أكرم سليم أكيد كمصور، وأكيد بدنا نشكر كمان اللي اشتغلوا على مونتاج هاي التقارير، كان عمل مضني. ولما بنحكي عن السفر بنحكي أيضا كمان عن ثقافة الأكل. اليوم رح نشوف تقرير كان استقبال حافل، وشكرا لكل من استقبلنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا كمان عم نحكي هلأ على أبو ظبي، وكل شكر أكيد لسمو الشيخ نهيان آل نهيان وزير التسامح، اللي يمكن كمان تعرفنا على ثقافة الأكل. الأكل ثقافة، وأكيد كل دولة من الدول بتختلف ثقافتها وبتختلف أكلاتها، فإحنا كمان انعزمنا يمكن على الغداء بعد صلاة الجمعة، فكان جميل إنه تعرفنا على طبخات كتير وتعرفنا على أكل كتير، مثل مثلا لحم الجمل إحنا ما جربناه هون جربناه هناك. ولكن حتى نعرف أيضا عن وزارة التسامح اللي هي فريدة من نوعها واللي موجودة بأبو ظبي بدولة الإمارات، وأيضا أيضا وزير التسامح سمو الشيخ نهيان آل نهيان كان لنا لقاء معه. خلينا نشوف هذا التقرير اللي تحدثنا فيه عن التسامح، هذه الفضيلة الجميلة وكيف ممكن أنها تكون سياسة دولة. تعرف أكثر. صباح الخير سمو الشيخ نهيان، مبارك على نهيان، شكرا على استضافتنا، وإحنا اليوم بمقابلة خاصة جدا مع شخصية مميزة بكل معنى الكلمة. يمكن سموك منذ وصولنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتوقف لحظات الإعجاب والانبهار بهذا المكان بكل ما فيه من مكان ومن أشخاص، وبصدق دولة الإمارات العربية المتحدة دائما هي سباقة بالكثير من المبادرات الإنسانية والمبادرات الجديدة على مستوى العالم. اليوم عم نتحدث عن عام التسامح، وحضرتك عضو مجلس الوزراء وأيضا وزير لهذا للتسامح ولهذه الكلمة التي تحمل الكثير من المعاني. إذا بدنا نتحدث يمكن مع حضرتك وأنت تمشي على خطى الأب والقائد الشيخ زايد طيب الله ثراه، وهو مدرسة في التسامح، ماذا تقول لنا عن عام التسامح 2019؟ شكرا، أنا تحتكم الفرصة تواصل مع أهلنا وأبنائنا وبناتنا وفي المملكة الهاشمية الشقيقة التي نعتبرها بلد، مش بلدنا الثاني، بلدنا المرادف الإمارات، ولكن كل تقدير واحترام ومعز الأخوة والأخوات الأردنيين اللي ساهموا في نهضة الإمارات وساهموا في كل المجالات، وأنا واحد من اللي استفاد كثير من أبائنا الأردنيين اللي ساهموا في تعليمنا وساهموا في كان في مجال الصحة وأي مجال ثاني. وثانيا نحن نتكلم عن التسامح، أود أن أؤكد مثل ما تفضلتي أن هذا ليس بجديد، وليست سنة التسامح، هي صارت امتداد لسنة المقبول المؤسس العظيم الشيخ زايد عام زايد. فأنا في التسامح هو من الدي ان اي الإماراتي، والإمارات تطورت ووصلنا ما وصل لي سواء أبنائها وسواء الأخوة الأشقاء من الدول العربية أو من الدول الصديقة. فنحن كما تعرفين طلنا البلد 200 جنسية مختلف، ثقافات مختلف، الأديان، وكل دين احترام
نسيج مليء بجميع الألوان. هو مثل موزايك جميل. صحيح. مثل الحديقة، كان ورد واحد ما يكون ما يظهر جمالها، إنما إذا زرعت الحديقة ورود مختلفة تظهر أكثر جميلة. صحيح. نرسخها في ثقافة أيضا أبنائنا وبناتنا والجميع. عندنا مدارس فينا على 60-40 جنسية مختلفة، فإن لم تكن هناك برامج تحث على التعرف على الآخر ومد الجسور، بدل ما نبني جدران تفرق بيننا، نحن في نهاية المطاف نحن كلنا خلق الله، والله جعل الإنسان خليفة على أرضه، ليس لخراب الأرض إنما لأعمار الأرض. سموك لما نتحدث عن الإمارات نتحدث عن بعد نظر، يعني دولة الإمارات العربية المتحدة عندها بعد نظر بكل شيء، خطواتها تسبق العديد من الدول. ولما نحكي عن التسامح وترسيخ مبادئ الإنسانية، مبادئ الاختلاف، الحوار، القيم والمثل العليا، عم نحكي عن شيء ولا في أرقى يمكن من هيك، وخاصة هذا اللي مثلته أيضا زيارة قداسة البابا لدولة الإمارات العربية مع أكيد الشيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الأزهر. لما نحكي عن هذا النموذج كيف ممكن يتم تطبيق هذه بدناش نقول مبادرة، لأنه هي في لها وزارة التسامح، ولكن أنتوا قررتوا عام 2019 يكون عام للتسامح، لتكثيف خلينا نقول يمكن التسامح. كيف راح ترسخوا هذا النموذج الإماراتي من خلال التطبيق؟ نحن مثل ما ذكرتي تشرفنا بزيارة بابا فرانسيس وبالإمام الأكبر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب. نعم. وكما تعرفين وقعوا على وثيقة الأخوة الإنسانية. صحيح. وهذه بالمناسبة أول وثيقة في تاريخ الأديان، الدين المسيحي والدين الإسلامي، وثيقة توقع من قبل البابا، من قبل الشيخ الأزهر أو أي علماء ثاني، فهذه بحد ذات حدث تاريخي. صحيح. والذي يقرأ أو يطلع على هذه الوثيقة، وثيقة الأخوة الإنسانية، يجد فيها كل معاني الإنسانية ونبذ التطرف والنبذ الإرهاب وتبري الأديان من مرتكبي الأعمال الإرهابية ومن يسفكون الدماء ومن يعبدون في الأرض ويهدرون أرواح البشر البرية. الدين لله والمعامل للناس. فنحن عندنا مثلا في الوزارة لا يقل عن 20-30 مبادرة، منها فرسان التسامح، والحمد لله لغت إقبال كبير، يقضعون من يلتحقون بهالدورة إلى تعريف بالآخر وكيف التفاعل مع الآخر، وإذا أنت تريد أن تحترم تحترم الآخرين. صحيح. يعني سموك هكذا المعجزات تتحقق. وللأمانة يمكن حتى خلال زيارتي لدولة الإمارات العربية المتحدة سابقا كنت دائما يعني أنظر بانبهار وأقول المعجزات هكذا تتحقق، وأنتم أصحاب دائما الأفكار المبتكرة. وكل التوفيق لهذه الدولة التي تحترم بكل ما فيها، دولة القانون، دولة التعايش والحوار وتقبل الآخر وتقبل الاختلاف. كل التوفيق بعام التسامح ووزارة التسامح ووزارة السعادة، اللي يمكن كل الأشخاص لديهم الشغف لتحقيق السعادة على هذه الأرض. شكرا لاستضافتنا، شكرا لسموك اللي دائما يمكن معروف عنك أبوابك مفتوحة للجميع ومحبتك أيضا للأردنيين. كل الشكر لسموك الشيخ نهيان مبارك آل نهيان. براسك ونكون مثل ما ذكرت أهلنا في الأردن
تحياتنا لهم ولجلالة الملك وحكومة، ونحن وأنتو واحد، مصيرنا واحد، هدفنا واحد، وبنينا بلداننا مشاركة بعضنا البعض. مشكورين تحتكم لي هاي الفرصة، أتمنى لكم التوفيق ولا بلدي يعني التقدم والازدهار والأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. الشرف لنا أكيد، وإحنا موجودين في وطننا الثاني، كل التوفيق. شكرا. مشكورا. التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح؟ نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو أخو والغلطان أخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب؟ أي إنسان بيسعفه إنسان بينسى؟ ما ينسى. وأن نسي صديقه بيقول له ها نسيت هذا الإنسان اللي أسعفك في هذاك الوقت اللي كنت أنت تعبان؟ فلا بد أن يرجع إلى صواب، لا بد أن يرجع إلى صواب.